مشاهدي ومتتبعي موقع اميرو 24، مرحبا بكم. نتواجد بمدينة أورليون جنوب مدينة باريس لنحل ضيوفا على السيد كمال المهدوي، وهو القنصل العام للمملكة المغربية بأورليون. في هذا اللقاء سنتناول مجموعة من القضايا التي تهم الجالية المغربية المقيمة بأورليون. نترككم مع هذا الروبورتاج. اميرو 24 في مقر القنصلية العامة المغربية بأورليون. أود سعيد بالتواصل معكم وعن طريقكم مع القراء ومتابعي الجريدة. أنا مدينة الرباط، المصادر دراسي توج بإجازة في القانون الدولي ودبلوم الدراسة العليا في القانون العام تخصص المالية العامة، وحاليا أحضر أطروحة الدكتوراه حول العلاقات المغربية الأوروبية في إطار سياسة الجوار وتعاون الأورو المتوسطي. العدد السكنة ديال المغاربة اللي مقيمين في الدائرة القنصلية لا يتجاوز 55,000 على مستوى الست ديبارتمون اللي كتغطي الدائرة القنصلية. كل نموذج في إطار التعامل مع الهجرة من دولة إلى دولة يختلف. وبالتالي اللي لاحظته هو أنه في وطبيعة ثانيا هو طبيعة المهاجرين المغاربة. يعني المغاربة المقيمون في الديار الإسبانية والتي كانت تابعة الدائرة القنصلية بلباو، يعني كاين أكثر واحد النوع من المعاناة الاجتماعية نظرا لطبيعة الهجرة المغربية في إسبانيا. بالمقارنة مع إسبانيا مع فرنسا لاحظت أنه كاين واحد الاندماج أكثر، زيادة على أن من ناحية اجتماعية ومن ناحية اقتصادية كاين واحد تطبيع مع النموذج الفرنسي اكثر من ما هو كما كان في على مستوى بلباو. بالنسبه للموظف اللي تجاوز 18، المصالح اللي كنغطيو تنقدموا بها خدمات للمهاجرين هي كان اي نموذج في الاداره المغربيه على مستوى القنصليات، اللي هي القسم الاجتماعي، قسم الحاله المدنيه، قسم الجوازات، قسم المصادقات. زيادة على أنه كاين واحد الجانب اللي ما كيبانش في القنصلية على مستوى الإدارات أو المصالح اللي كاينة في القنصلية، اللي هو الجانب الثقافي والاقتصادي والسياسي على مستوى التعاون المجالي اللي كاين على مستوى التعاون مع السلطات المحلية في الدائرة القنصلية. وجميع الأقسام كتعاود ضغط. النقطة اللي كنقد نثيرها ونوضحها لك هو أنه كيف مرات فترات اللي كيكون الضغط أكبر، يعني خاصة فترات العطلة والعودة السنوية المغربة إلى 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 المغرب. قد نقول لك هو أنه بالنسبة لقسم جوازات يعرف واحد الظاهرة، يعني ضغط كبير، والجانب ديال البطاقة الوطنية، زيد على الجانب ديال القسم الاجتماعي. دونك هذو هما الثلاثة اللي عندنا واحد الضغط كبير تقريبا على طول السنة، والضغط كيزداد، ولكن هذا كيهم جميع المصالح اللي كاينة في القنصلية. انا خديت المهام ديالي في كقنصل عام في 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 اورليون في شهر اكتوبر 2017. يعني على مده 6 اشهر كان واحد الاتصال قوي مع السلطات المحليه،
مع الجالية المغربية ومع الجمعيات المغربية، وحتى على مستوى قاعدة الإدارية في القنصلية كان اتصال مباشر مع المواطن يوميا. بالنسبة للمشاريع اللي كانت قامت بها القنصلية، ولحد الآن عندنا مشروع مهم اللي غيكون ما بين 4 و 13 ماي في تور، اللي المغرب غيكون ضيف شرف على لافوار دو تور هاد السنة هادي، وكاين واحد التحضيرات قوية وكاين تنسيق مع السيد صاحب الجلالة في النقطة هادي. غادي يكون على مستوى السلطات المحلية، على مستوى الفاعلين الاقتصاديين، وعلى مستوى الجمعيات المغربية اللي أيضا هي مساهمة في هذا الحدث، الى جانب منطقتين مهمتين في المغرب هي منطقه فاس ومكناس ومنطقه لاميري ديال مراكش. يعني كاين حضور قوي اللي عن طريقه غادي نعطيو واحد الصوره مشرفه للثقافه المغربيه، للمطبخ المغربي، زياده على مشاركه المؤسسات المغربيه من المؤسسات البنكيه، المؤسسه ديال المكتب الوطني للسياحه. يعني غادي يكون واحد الترويج للمغرب كوجهه سياحيه، وايضا كمغرب كبلد الذي له اشعاع اقتصادي واجتماعي وسياسي على مستوى فرنسا، وبالتالي تقريب الصوره على مستوى حمل المحلي على مستوى تو. دائما في هذا الاطار هذا كاين محادثات مع السلطات المحليه على مستوى التعاون مع مدن وجهات مغربيه عن طريق توقيع اتفاقيات تعاون او اتفاقيه توأمه، وتنظيم ايضا زيارات لا بالنسبه للسلطات المحليه المغربيه او السلطات المحليه الفرنسيه في اطار تبادل الزيارات. عندنا مشروع اخر غادي يكون على مستوى اولية، وهو حدث اقتصادي وعنده واحد الطابع اجتماعي. حدث اقتصادي هو انه تقديم المغرب كنموذج اقتصادي له اشعاع اقتصادي على المستوى الدولي، على المستوى الجهوي، على مستوى افريقيا، وغيتم بالتعاون مع جمعيه مغربيه وبالتعاون مع السفاره طبعا. وهذا غادي يعطي واحد الاشعاع على مستوى لا ريجون سونتر اللي هي اوليون كوم شافليو، بالتعاون ايضا مع غرفه التجاره والصناعه على مستوى الجهه، وايضا مع غرفه التجاره الفرنسيه بالمغرب. يعني هذا مشروع متكامل، وغنعطيوه مباشره من بعد واحد الطابع اجتماعي اللي هو تقريب او خلق فرص الشغل للجاليه المغربيه لدى الفاعلين الاقتصاديين المحليين. يعني يكون واحد بي تو بي ما بين المغاربه اللي عندهم تيبحثوا على فرص الشغل مع فاعلين اقتصاديين وشركات هنا على مستوى الجهه، في اطار واحد الفوروم مخصص للجاليه، وغادي يكون يعني في زمن قريب مباشره مورا اللقاء هذا. اللي بنأكد هو انه الجاليه المغربيه مقيمه الدائره القنصليه هو الهاجس رقم واحد لنا كقنصليه مغربيه، وهذه هي تدخل في اطار تعليمات صاحب الجلاله نصر الله اللي كان في الخطاب 2015، ومن بعد الخطاب 2015 كان ديما تيحث القنصليات انها تكون في المستوى ديال تطلعات الجاليه وتكون في مستوى الاداره المغربيه، يعني كتخدم خدمه ذات جوده وتكون على مستوى القرب من تطلعات وانتظارات المواطن المغربي. في هذا الاطار غير اونتر بارونتيز نعاود نرجع لواحد النقطه اللي هو انه في اطار عندنا واحد الجاليه مهمه كتكون تنطلب منا اكثر مجهود اكبر. وفي هذا الاطار كاين واحد المشروع اخر كنشتغلوا عليه، هو ربط المنطقه على مستوى خط الطيران مباشر من تور من الشمال المغرب، باعتبار ان واحد السكينه كبيره من الجاليه كتنتمي للشمال المغرب والشمال الشرقي، وبالتالي كنحاولوا يعني نكونوا في اطار التطلعات اطار الانتظارات هذه، ان نخفوا من الجانب اللوجستيكي، لان المغاربه تعرف ان كل عام كنرجعوا للمغرب الحمد لله، وبالتالي تخفيف من الهاجس ديال النقل اللي كيعاني وكيشكل واحد الضغط لوجستيكي وضغط مادي على الجاليه. وكان لقاءات مع مدير مطار تور، وكان مع عمده مدينه تور هذا الاسبوع هذا، يلا 48 ساعه يعني في هذا الاطار. والحمد لله كاين واحد الجانب اللي غنشتغلوا عليه، وهو انه عموما الانصات والاستماع للهاجس والهواجس وانتظارات المغاربه، وان القنصليه تكون في مستوى تطلعات ومستوى تعليمات صاحب الجلاله ان شاء الله.